أعلنت دائرة الإعلام بالأوقاف الإسلامية في القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فتح أبواب المسجد الأقصى كافة أمام المصلين بعد أن أزالت قوات الاحتلال الحواجز المعدنية بالفعل. هدوء نسبي في المسجد الأقصى بعد أن ألغت إسرائيل إجراءاتها الأمنية المشددة التي سببت احتجاجات فلسطينية عنيفة على مدى أسبوعين، حيث قررت سلطات الاحتلال فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين. ودخل حشود من الشباب المرابطين باحات الأقصى بعد توقف قرار الاحتلال بتحديد أعمار الداخلين إليه، وانسحبت الوحدة العسكرية من محيط باب الأسباط. وكانت إسرائيل قد قصرت دخول المسجد الأقصى على الرجال فوق سن 50، وسمحت بدخول النساء من جميع الأعمار. وزادت حدة التوتر في الحرم القدسي خلال الأسبوعين الماضيين على نحو أفضى في كثير من الأحيان لاشتباكات، بعد أن قتل مسلحون شرطيين بالرصاص في 14 يوليو، ما دفع إسرائيل لتركيب أجهزة للكشف عن المعادن عند مداخل الحرم، وهو ما دفع بدوره المسلمين للتوقف عن الصلاة داخل المسجد الأقصى. وبعد ضغوط دبلوماسية مكثفة أزالت إسرائيل أجهزة الكشف عن المعادن، وقالت الشرطة إن 4000 توجهوا إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بينما صلى الشباب والرجال دون 50 في الشوارع الضيقة المحيطة بالحرم، وحين انتهت الصلاة غادر الجميع المكان بهدوء إلى حد كبير. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية بما فيها المدينة القديمة والحرم القدسي في حرب 67، ثم ضمتها وأعلنت القدس بشطريها عاصمة لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. تأتي هذه التطورات بعد جلسة عاجلة لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية التي طالبت قوات الاحتلال بالتوقف فورا عن أي أعمال من شأنها إزكاء التوتر لدى الفلسطينيين. أولا، الإدانة الشديدة لتصعيد إسرائيل الخطير في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والرفض المطلق لقيامها بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في خرق واضح لمسؤولياتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبا إسرائيل عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف مستقبلا ووقف كافة أشكال التصعيد. وفي آخر إدانة دولية للانتهاكات الإسرائيلية، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدركا موجريني إن مواقف الاتحاد الأوروبي لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، إلا أن الأحداث الأخيرة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بشكل كبير، ما قد يبشر بحلحلة قريبة للأوضاع في القدس المحتلة.